محمد بلال نموذج آخر مشرف، نموذج مثقف. معانا محمد بلال، رغم التحاقه بكلية الطب والقراءة العلمية والدراسة العلمية، لكن هو الكتب فتحت له آفاق كبيرة جدا في المعرفة، ونال مركز متقدم ضمن الفائزين في مسابقة التحدي الوطني للقراءة. محمد بلال معانا عبر زوم، الطالب بطب الأسنان وأحد الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة. بنحييك وبنبارك لك محمد، ألف مبروك بداية. الله يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا. الله يكرمك. قبل ما نتكلم عن الرحلة مع المعرفة والقراءة والكتاب، حابين نعرف شوية تفاصيل عن هذا المشروع الثقافي المهم، مشروع تحدي القراءة الوطني. عرفت عنه إزاي؟ إزاي تقدمت لهذه المسابقة؟ مراحل المسابقة حتى الفوز كانت ماشية إزاي؟ أولا، المشروع الوطني للقراءة من المشاريع المحفزة المحتضنة للقراء والمثقفين، مشروع مهم جدا. المشروع انا اتعرفت عليه بالصدفه، انا كنت بقلب على الفيس وشفت يوتيوبر معروف يعني كان بيتكلم عن المشروع، ان هو شارك في المشروع. بدات ابحث عن المشروع، عن الشروط التقدم في المشروع، ودخلت على الموقع. الصراحه كانت تجربه ممتازه جدا، وشاركت موسمين متتاليين في المشروع. الموسم الاول لم اوفق يعني، ما وصلتش للمراحل النهائيه، بس الحمد لله يعني لما حضرت. هي التصفيات، معلش محمد اعذرني للمقاطعه عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا تفاصيل اكتر عن هذه المسابقه، التصفيات بتتم ازاي؟ يعني ايه مراحل التصفيات الخاصه بتحدي الوطني للقراءه؟ الطالب المشارك في المشروع بيمر بمجموعه من من المراحل في التصفيات. بيبدا اول حاجه اظن القارئ الماسي، يعني بخصوص الفئه اللي انا فيها، بيبدا اول حاجه بالتصفيات على مستوى الكليه، وبعد كده على مستوى الجامعة، وبعدين على مستوى المديرية والمحافظة، وبعدين نوصل للمرحلة النهائية أو تصفيات الجمهورية. من خلال تصفيات الجمهورية بيتم تصفية 10 أوائل في كل فئة برضو، هم دول بقى اللي بينافسوا على المراكز الأولى يعني. طيب، اعتقد ان دي واحده من المسابقات اللي دايما فيها الواحد كسبان، يعني حضرتك قلت لم توفق في المره الاولى او في الموسم الاول من المشاركه، لكن اكيد كسبت عدد الكتب اللي انت قريتها وعدد الكتب اللي لخصتها. لخصت كام كتاب؟ هو حتى حضرتك يعني تعقيبا على كلام حضرتك، المكسب مش بس مقتصر على الكتب، كميه المعارف والعلاقات اللي الانسان بيكونها برضه، الناس طبعا المثقفه، صفوه المجتمع اللي بيقابلهم، والتلاقح الثقافي اللي بيحصل بينا، ده اظن انه مكسب عظيم جدا يفوق اي حاجه ثانيه. ده شيء مهم جدا يعني. بالنسبه للكتب، المفروض ان انا لخصت 30 كتاب، وتقدمت بيهم بقى وعديت بيهم مراحل التصفيه اللي قلت لحضرتك عليها. هل هم 30 كتاب مختلفين عن الموسم اللي قبله او المسابقه اللي قبلها؟ يعني بنسبة 90% غيرت وزودت طبعا، يعني حاولت انوع شوية في المجالات اللي انا في مجالات ما كنتش قرأت فيها، زودت المجالات يعني بحيث يبقى عنصر التنوع الثقافي موجود في المرة الثانية يعني. طب محمد، يعني كلمنا اكتر عن رحلتك مع الكتاب. يعني كان من شوية معانا احمد علي من سوهاج بيتحدث انه الكتاب اثر في حياته، في سلوكه، في شخصيته، في قدرته على الحوار والنقاش، وانه يعبر عن رايه. الكتاب اثر ازاي في حياتك؟ طبعا المشروع الوطني كان محطه على طريق طويل جدا، بدا معايا من ايام الطفوله، من ايام التنشئه الاولى، ودي نقطه مهمه جدا لازم نلفت اليها في قضيه القراءه، ان القراءه ديت مش اختيار فوري، يعني انا مش هصحى الصبح اختار ان انا ابقى مثقف او قارئ وخلاص. لا، ده موضوع بيبدا، او القراءه ديت هي نتاج عمليه تربويه بعيده المدى، طويله المدى. بتبدا لازم من التربيه، لو ده حصل معايا على المستوى الشخصي، ان انا بدات الموضوع بدا معايا من قبل حتى ما ببقى بعرف اقرا. والدي ووالدتي كانوا هم اللي بيقراوا لي في البدايه، بيقراوا لي الكتب والقصص. بعد كده بدات انا امسك الكتاب اقرا، وبدات اتطور او اتدرج في مدارج القراءه خطوة ورا خطوة لحد ما وصلت المرحلة اللي أنا فيها. وطبعا هذا التطور لا ينتهي. كان عندك مكتبتك الخاصة في البيت، لأن ده مهم جدا إن كل واحد يبقى يحاول يشكل المكتبة الخاصة اللي بتتناسب مع مطالعاته، معارفه في البداية. صحيح صحيح، هو ده، ولن يستطيع، مش هيقدر إنه يكون الذائقة أو الخاصة إلا لما ينشأ في البداية. برضه لازم رعاية أسرية في الأول تديله الملكات والقدرات، عشان حتى بعد كده يقدر إن هو يستقل بقى بـ
بتكون المكتبة اللي حضرتك بتقول عليه. طيب القراءة بقى في مجالات مختلفة عن المجال العلمي، ولا أنت بتستغل الفرصة دي علشان تتبحر أكتر في موضوع قراءة الأسنان، خصوصا أن كلية أسنان كلية عملية وبتاخد وقت كبير جدا أعتقد في مذاكرتها؟ هو ما فيش تعارض نهائي بين القراءة وبين الدراسة العلمية أو العملية، بالعكس تماما. يعني القراءة من الممارسات المجهدة أو اللي بتستنفر القدرات والملكات الذهنية عند الإنسان، فلما يبقى الإنسان قارئ يعني مهارات الفهم والإدراك والاستيعاب والنقد، كل المهارات دي أنا محتاجها في تحصيلي الأكاديمي، سواء أنا بدرس طب أو بدرس هندسة أو بدرس أي مجال أكاديمي آخر. فطول ما أنا بمارس القراءة بانتظام أنا بدرب وبستنفر كل الملكات الذهنية ديت، فلما أرجع تاني للدراسة الأكاديمية بالعكس بلاقي إن أنا يعني إن القراءة فادتني وساعدتني. فما فيش تعارض نهائي بين القراءة وبين التحصيل الأكاديمي، بالعكس بل في تضافر وفي يعني منفعة متبادلة بين المجالين يعني. جدا. بنحييك وبنشكرك مرة تانية وبنبارك لك محمد بلال، أحد الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، مشروع مهم واحد المشروعات الثقافية المهمة، وفي مجموعة كبيرة جدا من الفروع كمان المتميزة منا ضمن التحدي الوطني للقراءة، منها فرع المعلم المثقف. ومعانا